لم تبلغ أي من هؤلاء الفتيات السن القانونية التي تسمح لهن بالإدلاء بأصواتهن في الانتخابات. رغم ذلك قررنا أن يلعبن دورا في المشهد الانتخابي على سور مدرستهن في محافظة المنيا بصعيد مصر، وبمساعدة بعض المعلمين رسمنا جدارية فنية بسيطة رسالتها دعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات. حبيت ان انا انزل ادعيهم بالطريقه دي علشان يعني ينزلوا يشاركوا ويختاروا الانسان الكويس اللي يقدر يخلي مصر كويسه. احنا مش هنقدر ندخل نصوت في اللجان، بس ممكن نستناهم بره ونديهم يعني بشرة امل، تفضلوا ادخلوا جوه يعني قدموا حاجه كويسه، صوتوا بالحق يعني، خلي صوتكم وركزوا كويس قبل ما تختاروا. دارت عجله الانتخابات إذن، ومعها تستمر دعوات المشاركة التي اتخذت هنا طابعا فنيا شبابيا مفعما بالحيوية. إذا كان كبار السن هم من تصدروا المشهد داخل اللجان الانتخابية، فإن الأجيال الناشئة وضعت بصمتها خارجها، مستغلين مواهبهم وهواياتهم البسيطة في الدعوة للمشاركة بالانتخابات بأساليب فنية مبتكرة. بأداء طفولي تملأه البراءة، عبر هؤلاء الصغار في هذا العرض المسرحي الغنائي عن اعتزازهم بالانتماء لوطنهم. ومالا سبت ام طارق، امال مين اللي هيحمي البلد دي؟ مش برضه اطفال في عمر الزهور قدموا عرضا فنيا بسيطا بقصر الثقافة في المنيا، استغرقت تدريباته بضعة اسابيع ليخرج في هذا التوقيت حاملا رسالة تشجيعية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية. الموضوع في مجمله رسالة بيوجهوها أطفال محافظة المنيا لمصر كلها، إزاي نغرس في ولادنا من صغرهم حبهم لبلدهم، إزاي نغرس في نفوسهم حبهم للنزول للمشاركة في الانتخابات بشكل حقيقي من وهم صغيرين. هكذا أبرزت الفنون المحلية وجها إبداعيا للمشاركة في الحياة السياسية. أحمد مهران، سكاي نيوز عربية، محافظة المنيا.